السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كي داير؟ مع الصحه هانيين. نتمنى هاد الفيديو يلقاكم بصحه جيده ويلقاكم نشطات يا ربي. البنات كنشكركم بزاف بزاف بزاف، لان بزاف الناس اتصلوا بيا من الفيديو ملي قلت لبابا بانه عيان ودعوا معايا. كنقول لهم شكرا بزاف، الله يخليكم ليا، وسولوني عليه كيف بقى. كنقول لكم شكرا بزاف من هاد الفيديو، والله يخليكم ليا يا ربي. البنات ما تنساش تشجعونا، تشجعونا بزاف، تشجعونا باش تطلع القناه ديالنا وتطلع القناه. اعطونا لايك ديالكم، بارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم، مع لا فامي، مع العائله، هذا في حاله عجبكم الفيديو. ونتمنى يعجبكم يا ربي، ويعجبكم اشنو كنقدموا لكم واشنو كنعطيكم لصحاباتي. اليوم راني عطيكم الجديد في الرشمات، الجديد في الخدمه. يا تبارك الله ديما عندنا الجديد، ديما كاينه حاجه غزاله. اليوم عندي شي رشيمات غزالي اللي خدامين عليهم بالصحه والسلامه، غيكونوا فيهم بياسات تاع البيع ان شاء الله، وغيكونوا فيهم بياسات جداد. اللي بغات تخدم دوموندي شي حاجه، يعني حاولت نعطيكم هذا الفيديو وهي حيره، ما عرفتش مرش ما غتخدم واش من لوينات غدير. عطيتكم غنعطيكم هذا الفيديو تاع المودلات اللي هما خدامين عليهم، شي حاجه اللي هي غزاله وجديده الجديد، عرفت الحال ديما الجديد. شوفوا هذه البنات، اللوين ديالها غزال في المليفه، المليفه رقيقه، هذه سلانه البنات. شوفوا الرشيمه اللي كاينه هنا في الرباطيه، دخلت لها واحد اللون ديكرادي ديال التوبارد، ودخلت لها المسكي اللي هو الصفيفر، ودخلت لها السومو، خدمتها بالبرشمان. هذا سلانه البنات، سلان رقيق. اللي بغات تخدم بحال هذا الموديل ودير ليه قميص ديالو غير بدريس خفيف غتجيها زوينه، واللي بغات تلبسو مع اللبو يعني بودي ولا هذا ما يبينش ليها ماشي مشكل. في لون الجلابه شفتوا السلان ديالها رقيقه البنات، رقيق غزال. شوفوا الخدمه كي رقيقه ومتوله وزوينه بصراحه، الله يعطي الصحه المعلمه. شوفوا الرباطيه كي دايره البنات، خدمه غزاله، تحطت نقيه، خدات وقتها باش تخدمات، وغزاله البنات، زوينه غزاله غزاله. لا عجبتها شي حاجه تسكرينيها ومرحبا، بغات تحط عليها، بغات دوموندي عليها، مرحبا البنات. في الكريب، في المليفه، يعني كنخدم بالكريب، كنخدم بالمليفه. واللي جابت التوب ديالها لعندي المحل مرحبا، واللي عندها شي توب وبغات تصيفطو لعندي كنعطيها العنوان وكتصيفطو حتى هي مرحبا. غزاله غزاله البنات. شوفوا عاوتاني هاد الموديل البنات، كي قلت لكم هاد الرشيمه غزاله ترضخ البنات، في هاد الرشيمه وفي هاد اللوين كيطلع غزال. شفتوا هادي راه مليفه البنات، مليفه ترابيه، دخلنا فيها هاد الموف اللي هو ترابي، دخلنا فيها واحد المزرق، واحد المصفر، وفي البيج باش فاتح، باش يفتح لينا اللون وتفتح لينا الرشمه. شفتوا هاد الدقه كي عامره محبوكه، خدمتها بالبرشمان رقيقه، دخلت فيها الديكرادي هنا في هاد المسكي والموف بير، دخلته في البرشمان في المرمه، جا زوين، جات نقيه، بياسه غزاله. المرمه كاينه هنا في الكمام، واللي بغات دير رشمه هنا في الكمام كلا تعمر الكمام، واللي بغات تخليها بحال هكا غاسدر تخليه غاسدر. غزاله المليفه نقيه وغزاله البنات. هادو لي موديل لي ما كلهم الجديد، يعني كنعطيك الجديد في الجديد، يعني رشيمات غزالين، ورشيمات ما تلقايهمش البنات في شي قناه، وما تلقايهمش في شي كتالوج. هذا يعني رشيمات ديالنا خدمنا عليهم حنا والمعلمات، يعني انا والمعلمات ديالي الله يعطيهم الصحه. شوفوا هاد الرشمه هي كي جات غزاله، شفتوها زوينه. دخلنا هاد الزيتي، يعني دخلنا فيه هاد الرماني، دخلنا فيه الخرشفي، دخلنا فيه الموف، ها هو الموف هو هذا، ودخلنا هذا السومو، وما تبقى هذا راه صم في الكارتي، يعني ماشي صم صفر طالع بزاف، وين الكارتي كيكون شويه. دخلت الغوز في الشياف المرمه، مرمه هنا في الكميم في الكمام، واللي بغات دير حتى الرباطي في الكمام ديرو، بغات تخليه غير الثوق بحال هكا كافي، راه كافيه. غزاله رشيمه نقيه في الزيت يا البنات، في المليفه حتى هي جات زوينه. الموديلات كامله اللي حنا خدامين عليهم صراحه غزالين البنات. شوفوا هذه حتى هي في المليفه رقيقه، رشيمه غزاله، والجديد يا البنات هذه راه غزاله، هذا راه سلان بواحد الطريقه غزال. شفتوا ها هو كنسلو التوب، وعمرنا عاوتاني رشيمات بالرباطي، دخلنا هاد اللوينات اللي ما جاو زوينين. شفتوا عرفتي هاد الماغو في شكل هاد الماغو، هاد الماغو ياك، وهذا مسكي، وهذا واحد الخرشفي غزال، خرشفي بحال مزرق،
جات غزال مع اللوينه، مرمه باللوينات. الشيمه كتجي غزاله بحال هكا مخططه، كتجي غزاله فيه نفس اللون البنات اللي لابسه، هذا في الاولى وهذا في المليفه، حيت تما كازا وحده كدير اللوينات كيجيو بحال بحال. زوينه هاد الرشيمه البنات، جات في الكم وجات في الصدر، وخدمتها كامله بالبرشمان، يعني جلابه كلها واقفه باليد. واللي بغات توقفها بالماكينه يمكن لها توقفها، واللي بغات توقفها باليد مرحبا. بحال هادي مولاتها وقفتها بالماكينه في الكحل، هادي راه تبارك الله عليها الخدمه، والرشيمه غزاله ونقيه. هذا البنات الطنعة، البنات الطنعة كيجي غزال، ماشي كمبيوتر، حيت اللي كاين اللي بزاف باش بانه راه كمبيوتر، هو ماشي كمبيوتر البنات، باليد. هاد الخدمه كامله باليد البنات، لوينات غزالين زوينين صراحه، زوينه ديال مولاتها جات زوينه بصحتها. وهذا الرشيمه حتى هي كتجي غزاله، كتوريتها لكم في هذا الفيديو اللي داز قبل من هذا، وفي هذا الفيديو شتيها. هذا راه اللون ديال الباربه، دخلنا فيه هاد اللويه اللي جاي ما بين بيج ما بين برونز، يعني جات غزاله، ما بين ترابي جات غزاله. هاد اللوين بالديغرادي ديالها، هاد الرشمه كتبغي جوج اللوينات كتجي زوينه، كتجي زوينه، كتبغي جوج اللوان كتجي زوينه. كاين فيها الزمرد، وكل اللي يطلبها بلا الزمرد، يعني ما كيبغيش الزمرد، واخا ان الزمرد راه غير قليل وكيجي غزال. حتى هي رشيمه زوينه في المليفه، دابا اغلبيه راه يجي موسم ديال المليفه ان شاء الله، المليفه رقيقه اللي عندنا كنخدموا عليها. شوفوا الرشمه اللي كنا دوزنا في هذه، كي طاحت عاوتاني في هذا اللون، هذا البنات الشونطو، الشونطو في هذا الاورانج غزال، دخلت فيها الترابي، دخلت فيها الباج فاتح، ودخلت فيها هاد يعني باج، يعني كنقول احنا باج الشمس، وهذا راه باج ترابي يعني غامق وموطارد. خدمتها بالبرشمان حتى هي، واللي ما بغاش يخدمها بالبرشمان بغى يخدمها بالراند رقيقه غتجي زوينه، واللي بغى يخدمها بعين عقده او نص تزايري او فهمتي، يعني يجي غزال. شفتو رشيمه غزاله، هذيك الاول هذه اللي وريتكم فيها في الكمام، هذه بلا كمام يعني كافي بالصدر، وعلى حسب الناس اشنو، يعني قلت لي انا اشنو كتبغي، قلت لي انا اللي كتعمر لكم، قلت لي انا اللي كتعمر غير الصدر. شوفوا هاد الرشيمه حتى هي كي جات غزاله غزاله. هاد الرشيمه كنا خدمنا فيها، يعني كنا كنخدموها بالصوفه، دابا دخلنا فيها شي تعديلات وبدلنا فيها شي حاجه، جات زوينه بحال هذه. دخلنا فيه التر داخل البنات، هذا راه الصم، الصم في الشويبي، حيت الصم دابا كاين صم باللوينات، هذا الصم بالشويبي دخلناه في التردخ، دخلناه البريد والدقه الفرنسيه، وقفتها كامله بالرانده اللون في اللون، رشيمه زوينه. كاينه في الكمامه البنات، هذا لون مرتديله غامقه، يعني مرتديله كنقولوا احنا مرتديله ترابيه. شفتوها الرشمه، دخلنا فيها الصم البغونزو، وهذا البنات في الدقه. والبنات كلي كيقولوا واش يعني واش كتخدمي انتي، انا اللي كنخدمو يعني الموديل، انا اللي كنفصلو، حنا اللي كنرومو، حنا اللي كنصيبو الرشمه، ما كنشريش البياس طالع وكنعرضو على القناه ديالي، كنخدم بايدي. وهذا ذوقنا البنات، ونتمنى يعجبكم ذوقنا، غزال غزال غزاله. شوفي دابا اللون ملي درت ليه بحال هكا، هذا هو اللون اللي كيبان لكم في الكاميرا دابا، اللون ديال الجلابه غزاله. اللي عجبتها شي حاجه تسكريني عليها، بغات دوموندي عليها مرحبا. ومجلابه غزاله، ترشيمه زوينه بصراحه. كاين هذا الموديل ديال التونسي البنات، تونسي في الموف، هذا موف بارد في الاولاه، جات زوينه. شفتوا دخلنا الديكرادي ديال التوبلي هو غامق، دخلنا هذا راه خش فيها البنات، دخلنا الشويبي، ودخلنا واحد اللوين راه كيبان لكم هنا مرشوش في التوب، واحد لمعان هو هذا اللي هنا في الجنبه البنات، مع الصم برونز. غزاله غزاله رشمه كلها غزاله، هي اللي حاجه اللي كنهزها كنقول لكم زوينه. وربع صراحه انا راه موديل كينسي في الموديل، وكتحيري بصراحه، راه كتحيري، وجلابه كتنسي في الجلابه، غزاله بصراحه. حتى هي رشيمه زوينه اللي عجبتها، يمكن لو بغات دوموندي عليها او بغات طيب بحالها سكرينيها وصافي دوز عندي الواتساب. شوفوا هذا البنات سلام تركي، حتى هو راه جديد البنات، يعني دخل هذا العام كنخدموا عليه. هادي ديري لها قميصها، بصراحه كان القميص ديالها غير انا
ما لقيتوش عندي في السنتر هنا، وقيلا بقى في النصبانه. شفتوا درت ليها القميص ديالها في هذا الباج اللي هو ترابي، هذا الباج اللي دخلته هنايا في التركي هو اللي درت القميص ديالها، درته غير ضريس عادي خفيف وجات غزاله. شفتي حيت هو راه كيبين شويه، كيخصك يا اما تلبسي معاها القميص، يا اما تلبسي معاها شي بودي نفس اللون ديال الجلابه. شفتوا رشمه دايره في الكمام وكتجي في التوق غزاله. هذا الرشيمه البنات كيبدل شويه انسان على الرباط، اللي بغات تبدل الرباط ديجا عندها الرباطي، واللي ديجا عندها الترداخ، ديجا عندها التنبات، كدير هاد التركي حتى هو موديل جديد وشي حاجه غزاله. الراندا البنات شوفوا هاد الراندا في المفطور، راكم عارفين الراندا تبارك الله راه طوب عندنا في المحل، طوب في القناه، كتلقى الاقبال بزاف. هذا راه موف غزال، يعني شغن نقول لكم مفطورة شغن نسمي واحد لوين غزال. هاد الرشيمة خطوطو البنات، كل كيسميها خطوطو، كل كيسميها ساحرة، المهم عند كل كيفاش كيسميها. شفتوا القب ديالها طايح غزال، هادي باللوينات جاو غزالين، جاو باردين بردين خرشفي شويبي المسكي السمو بارد، يعني واحد السمو بحال الترابي، غزالة غزالة. رشيمة زوينة هادي ديال السيدة اللي كتجي عندي من الرباط، راه كنت قلت لكم كتهز البياس وكتحط البياس، يعني تبارك الله جاتها غزاله خديمه نقيه لوينات الطوب. هذا نصيب شي جلابه بحالها، عزيز عليا الولاد يكونوا مهدنين. واخا راندا تبارك الله لابساها ومعوده، ولكن راندا ما كطلعش في الراس الرباطي باللوينات. الحمد لله عندنا الجديد، وعندنا فاش نلبسو، وعندنا فاش نختارو، عندنا جلابه ليها شرف، يعني جلابه غزاله لباس البلدي كامل ديالنا، يعني لباس المغربي كله غزال، وجلابه المغربيه غزاله البنات ليها، يعني بصراحه ليها الاقبال بزاف البنات. نوريكم شوفوا هنا الورده كيفاش طلعات في الشويبيه البنات، راندا شفت لكم راه الرباطي ولا الراندا ولا هذا كيخليك تبدعي فيها في الالوان، كتخليك تبدعي فيها في الالوان، كتجي غزاله الالوان ديالها، كتجيك بحال شي لوحه، بحال شي حاجه كتشوفها في الطبيعه، غزاله غزاله. شوف هذه كي تحت البنات، تدريس بالالوان والراندا بالالوان، واللون الشويبي في الكريم طاحت غزاله، هي داويه على راسها. دابا انا نعطيك لك جلابه بحال هكا، نخلي غنسكت ونخليكم نتوما تشوفوا وتدويو راسكم. نتمنى نسمع شي تعليقات، كي جاتكم الخدمه، كي جاكم الموديل اللي هما عندنا الجديد، ولا فاش خدامين. انا وريتكم شنو خدامين، شي حاجه غزاله صحت اي وحده خدمات عندي ولا شرات من عندي، واللي كتبات ليا ولا غير اللي تفرجات من عندي وعجبها القناه ديالي، كنقول لها بصحتك اختي. نتمنى الفيديو يعجبكم، وما بغيتش نطول عليكم بزاف، من تبارك الله كاين اللي موديل كاين الخدمه، ولكن ما بغيتش نطول عليكم. شوفوا بحال هذه ديال التنبات البنات، كي قلت لكم يعني خدامين على التشكيلات زوينين، هادي جبليه اللوين ديالها صيفي غزال. شفت النبات ديالها كي داير بالماتسون البنات، عرفتي الناس والله الا كنخدموا بالبروميال، ماشي غير يعني كنحفيك غير في الزمرد، ولا كنخدمها في الصن في الحرير في الكاليتي ديال التوب، يعني الكاليتي التوب غير شكيت فيه غير شويه ما كنبغيش نخدم فيه، يعني خصني ضروري نعطيكم شي حاجه اللي وجهي كنخدم به، والقناه تبقى عندها سمعه نقيه، والمحل سمعه نقيه، حتى الا خديتي من عندي تاخدي من عندي شي حاجه زوينه، ولا دازت شي حاجه ربي شهاده انني ما كنكونش راقبه على الرقبه على شي حاجه كتحبس. انت شفتوها البنات الماتسونو كي يعني غزال الخدمه ديالو، تنبات حتى هي المعلمه، يعني بصراحه كنوقف على المعلمات انه يخدموا حاجه نقيه وغزاله زوينه. هذه حتى هي جبليه، واخا انا داخله دابا حصلتها جبليه جات زوينه. البنات نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى انه يكون طالع بحال الفيديوهات اللي كيطلعوا عندنا. ما كرهتكمش انكم تشجعوني، ما كرهتكمش تعطيوني شي حاجه غزاله وزوينه، ما كرهتكمش تعطيونا لايك ديالكم والجيم ديالكم هكا باش تطلع لي القناه، كي قلت لكم هبطات ليا هاد الايام، يعني بغيتها تطلع ليا مش حادي مالحت ومالحتش فيديو ماشي لحت يا ربي يا ربي يخلينا ديما ضاحكين يا ربي، والله نشطنا ونشط الجميع يا ربي. السلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونعطيكم شي حاجه غزاله وزوينه في البيع ان شاء الله.